ازيكم عاملين ايه؟ انا ايزيس، اهلا بيكم لو انتوا اول مره تشوفوني، واهلا بيكم برضه لو انتوا دايما بتشوفوني. في الفيديو ده كالعاده هكلمكم على منتجات مصريه كلها لذيذه جدا وحلوه جدا وبديله لحاجات كتير قوي غاليه، فلو انتوا مهتمين شوفوا الفيديو للاخر وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير والحاجات دي واكتبوا لي كومنتس وكده عشان ده بيرفع الفيديو، فلو سمحتوا اعملوا اي منظر عشان ده بيرفع الفيديو، لايك سبسكرايب كده يعني. اوكي، الحاجات اللي هتكلم عليها النهارده اسعارها مختلفه، يعني في حاجات رخيصه في حاجات غاليه في حاجات رخيصه جدا كده يعني. من اول الحاجات اللي جربتها هو الايرث باث، وده بلسم كده، هو النور مش مخليه ظاهر. طب كده ظاهر، بصوا ظاهر كده، اعتقد ظاهر، خدوا سكرين شوت. ده المفروض ان هو بحليب جوز الهند والجينسينج والبيوتين، وانا حد اصلا شعره البروتين بتاعه عالي اوريدي، فالمفروض ان حاجه فيها كل المواد دي تخلي شعري يهيش جامد قوي وما يدينيش الترطيب اللي انا مستنياه. وعلشان برضو الواحد يقول الحقيقه، يعني هو ما ادانيش حرفيا الترطيب اللي انا ابقى محتاجاه لشعري، ولكن هو برضو ما خلاش شعري كنيش، يعني بغض النظر عن النهارده انا اصلا يعني كنت يعني اللي هو غسلت شعري وسبته مبلول ورحت نازله بيه في الشارع، فعشان كده انا منكوشه، بس بغض النظر البتاع ده ما اذاليش شعري في اي حاجه. بس انا برشحه اكتر للناس اللي شعرها ناعم، ثواني انتوا مش شايفين حاجه. طب كده الناس اللي شعرها ناعم هتحبه، والناس اللي البروتين بتاعهم منخفض هيحبوه جدا جدا وهينعم معاهم الشعر جدا. فبصراحه بالنسبه لي من الحاجات اللذيذه قوي اللي اكتشفتها، وده تقريبا على حسب ما اتذكر كان سعره 140 جنيه. تمام، هو حجمه على فكره كبير جدا وهيقعد معاكم حبه كتير. من الحاجات اللي انا حبيتها قوي برضو الهاند كريم بتاع بابلز، ده شكله الريحه اللي معايا دي بالستروبري اند كريم، ف ريحته تجنن. هو بس الباكجينج بتاعه ضعيف شويه، يعني انا فجاه لقيته اتفتح من هنا واتقطع وكانت حالته بالبلة وبيبهدل لي الدنيا، بس هو بيرطب الايد حلو قوي قوي قوي، وريحته كانكم عايزين تاكلوه، ريحته تتاكل. وسعره كان 50 جنيه، هي الكميه مش ضخمه قوي بس ستيل كويس ولذيذ يعني، وفي كمان زيت اللوز وبتاع فبيرطب الايد حلو جدا، وبرغم كده مش بيسود الايد، ودي ميزه حلوه جدا فجربوه. من الحاجات اللي انا حبيتها قوي برضو هو اللوشن بتاع كليو، ده بتاع تساقط الشعر، وكنت كلمتكم عنه بالتفصيل 100 مره، بس زي ما قلت لكم هو مش عايز حد عنده حاجه وراثيه، عايز تساقط للشعر موسمي اللي هو ما بين تغير الفصول، حصل لك مثلا ستريس في فتره من حياتك فاستخدمتيه عشان خاطر يقلل معاكي تساقط الشعر. وانا كنت عامله فيديو كامل عنه، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن عشان تعرفوا تستخدموه ازاي، بدل بقى ما اقعد اشرح هنا كتير، بس هو هنا ترشيح للمنتج يعني. تمام، فده كان لطيف قوي برضو. من الحاجات اللي انا حبيتها هو السكراب ده، اسمه كوين، ده كان سعره 20 جنيه بس، حلو قوي كميته لذيذه. اللي معايا ده بالفحم، وبرغم كده هو مش بيخلي الواحد حاسس ان جسمه اللي هو حبيبات ضخمه كده وان انت متضايقه، لا بالعكس حبيباته ناعمه، تقشيرها يعتبر من متوسط لخفيف كده، لذيذه قوي. هو كمان نفسه فيه شويه ترطيب كده للجسم، تحس ان هو زي فيه زيوت او حاجه، فبصراحه لذيذ قوي. بصوا ده شكله عشان تاخدوا سكرين شوت، يا رب يكون واضح، هتلاقوه في محلات المكياج اللي هي العاديه اللي في اي حته دي. من الحاجات اللي حبيتها كمان الهاند ووش ده بتاع ناتشل، وهو انا كنت حاطه توقعات عاليه قوي الصراحه ان هو هيديني ترطيب لايدي بقى وبتاع، لان انا ايدي بتتبهدل جامد في الشتاء، بس عايزه اقول لكم ان هو كتنظيف للايد حلو، ريحته خطيره. الريحه اللي معايا دي بالارجان والبوميجرانيت اللي هو الرمان، الريحه بتثبت في الايد بجد باكتر من ساعه، ريحه خطيره. لو كان بس بيرطب ده كان هيبقى بالنسبه لي ماي فيفورت، وكمان هو غالي على فكره، هو مش رخيص. هما لو خدتوا بالكم قلدين شويه ذا بودي شوب في الشكل وفي اللوجو وفي كده يعني، فاهمين؟ بس هو منتج كويس جدا. الحاجه برضو اللطيفه قوي ان انتوا تجربوها هو الشاور جل ده، اسمه بريليانت. بريليانت ده ضخم جدا زي ما انتوا شايفين، هو تقريبا 1000 ملي. تمام، وده بالكيوي، ريحه الكيوي مش احلى حاجه، بس هو مش بينشف الجسم ومش بيديها الترطيب اللي هو واو يعني، بس ترطيبه مش وحش. ريحته اختاروا ريحه مختلفه، لذيذ وهيقعد معاكم كتير جدا، وسعره كان اقل من 50 جنيه، ف حلو وبرشحه لكم. شايفين اصلا ضخم ازاي، حلو قوي. من الحاجات اللذيذه كمان اللي بحبها هو البودي سبلاش ده من بابلز، ده ريحته بابل جوم، ريحته البان. بصوا هو ريحته البان فعلا، الثبات بتاعه يعني خلينا نقول
مش اقوى حاجه في الدنيا، بس هو ريحته جميله، لو رصيتي منه حبه كتير هيقعد حبه كتير. انا بحب ارشه على الهدوم، مش بحب ارشه على الجسم بصراحه. لطيف، حبيته. مش قادره افتكر سعره كام للامانه، عشان هو كان جاي لي كمان هديه. ف كويس، مش وحش، لو حابين تجربوه مش هيبقى تجربه سيئه يعني. معرفش هل ليهم لوشن تقريبا بنفس الريحه ولا لا، بس اعتقد لو جبتوا الست كامله هتحسوا ان الريحه بتظبط اكتر من ان انتوا تشتروا لوحده. من الحاجات اللذيذة جدا 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 هو اليوري بير بودي كريم ده، فيه 10% يوريا، بس هو في حاجات بصراحة أرخص منه كتير وأنا اتكلمت عنها أكتر من مرة. ده من شركة حياة. اللي أنا بيعجبني في ده إن هو مش بيلزق الجسم، يعني أنا بحطه أنا مش بحس إن أنا ملزقة تماما، بحس إن أنا مرتاحة. وحلو قوي لو أنتي خايفة إن أنتي يطلع لك شعر تحت الجلد، تحفة بعد الشيفنج، لذيذ بصراحة، ملوش أي ريحة خالص. فمن الحاجات اللذيذة المصرية اللي انتوا تقدروا تجربوها. من الحاجات اللي بحبها برضو الاسيتون بتاع ايفا، لذيذ ورخيص، ولو امسح امسح كده ومش بيسيب بواقي وراه، فتحسوا ان انتوا مرتاحين كده وانتوا بتستخدموه، فبحبه بصراحة. برضو كمان المنتج ده، وده اسمه بانثينول لوشن، ده من شركة اسمها سكينوفا. ده شكله هو عبارة عن لوشن مرطب فيه الوفيرا وحاجات كده، وهو بخاخ. هو يعني خفيف جدا، خفيف جدا، انت مجرد ما بترطبي بيه جسمك بتحسي ان انت بجد كانك مش حاطه حاجه. اديله بس كده مثلا 5 دقايق الجسم كله يتشربه، بعد كده هتحسي ان انت مش حاطه اي حاجه. والميزه فيه انك تقدري تاخديه مثلا معاكي في الشنطه لو حسيتي ان انت الشمس مخلياكي محروقه ولا حاجه، بس كده تحسي ان انت الجلد هدي كده، لانه فيه صبار وبانثينول، فدي حاجه لذيذه قوي. حاسه ان انا هحبه اكتر كمان في الصيف عن الشتاء، عشان خفيف كده بعد الشاور يبقى حلو قوي بصراحه، يخلي الواحد جسمه ما يعرقش. من الحاجات الجميله كمان اللي حبيتها هو الحمام الكريم ده بتاع سكاي، حلو قوي، وسعره كان اقل من 50 جنيه، وحجمه كبير جدا. بحب استخدمه في ترطيب الشعر وتسليك الشعر وكل حاجه. اللي معايا ده بالجوجوبا اويل، المفروض هو لكل انواع الشعر، والمفروض ان هو حماية من التساقط، بس هو مش اي علاقة بالتساقط يعني، لكن هو كحمام كريم حلو جدا جدا. بحب استخدمه باكتر من طريقة، ساعات بستخدمه كبلسم اللي هو بحطه على شعري، مش بكمل مثلا لو على ما بشطف جسمي كده واروح بعد كده غسلاه، ويا اما بحطه مثلا لمدة 10 دقايق كحمام كريم. وكمان بحب استخدمه كتسليك للشعر، يعني الناس اللي شعرها كيرلي هتبقى فاهمة ان احنا محتاجين الشعر دايما يتسلك قبل ما نبدأ عملية الغسيل عشان شعرنا ما يتقطعش. فده بصراحة من الحاجات اللطيفة جدا جدا جدا. ومن الحاجات اللي انا بحبها برضو وكلمتكم عنه اكتر من مرة هو الهايلورونيك اسيد، ده من شركة اسمها بيوريتي، شركة مصرية برضو. الميزة فيه انه رخيص قوي، هو كان ب 100 جنيه، وصل 150، بس هو حلو. بحب استخدمه للشفايف، بحب استخدمه للوش. الهايلورونيك اسيد فيه يعني لطيف قوي، اللي هو بخليه على بشره منديه وبعد كده بحطه، وبعد كده ببدا ارطب وشي بالكريم المرطب بتاعي. سيروم لذيذ قوي بصراحه. وعلى الشفايف ببدا ان انا بعد ما اغسل شفايفي وكده بحط منه حبه صغيرين، واحط فوقيه الفازلين. دايما دايما رطبه بعد سيروم الهيالورونيك اسيد عشان ما يعملش نتيجه عكسيه وينشف بشرتكم. بس كده، دي كانت كل المنتجات اللي انا كنت عايزه اكلمكم عليها. منتجات مصريه حلوه قوي قوي، لطيفه قوي قوي. واعملوا فولو على تيك توك وانستجرام عشان بنزل كونتنت مختلف، محتوى مختلف لو سمحتوا، وسيبوا لي لايك وكومنت، واتفرجوا على كميه حلوه من الفيديو عشان ده بيساعد ان الفيديو يترفع لو سمحتوا. شكرا.